يا صباح الخير، صباح الهنا والسعادة، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. يوم جديد وعادة جديدة من عاداتنا بتاعت كل يوم الصبح، بس النهاردة الصبح بتاعي مختلف شوية، يعني لأن أنا قمت من النوم يا دوب فتحت الشبابيك وجريت على طول عشان عندي كمية غسيل رهيبة. لا وكمان ايه، امبارح بقى الغسالة كانت عاملاها معايا الاوتوماتيك. أنا مش عارفة العيب ده عندي بس ولا كل اللي عندهم زانوسي، ولا العيب فيا ولا ايه بالظبط، بس مش معقول يعني العيب فيا. انا عندي غسالة زانوسي بس طبعا صيانتها، هي مش هعيب على الصيانة، يمكن سوء استخدام مني بس معرفش، يعني بيني وبينها علاقة مش حلوة خالص. المهم بقى فطبعا لازم اتصرف. انا عندي غسالة الاطفال طبعا مش هتاخد كتير بس هتاخد على كذا مرة، فيعني قضيت وقت طويل وانا بغسل فيها. بس عايزة اقول لكم ان الغسيل بيطلع منها زي الفل. بحط بقى اي اضافات عندك؟ بتحطي بقى اي اضافات يعني موجوده؟ معطر ملابس، مش عارفه ايه، بس غالبا معطر ملابس ممكن بتحطيه في وانت بتشطفيهم بقى ايه الشطفه الاخيره. طبعا انا بعد ما غسلت الهدوم اكيد بشطفهم على ايدي. البانيو طبعا جاهز عندي بقى ايه، ارمي في البانيو على طول واغسلهم، اشيل اي مسحوق منهم. والميه دي كانت سخنه على فكره، فقلت بقى لما اشغلها كده. انا في الاول بحط المسحوق وبديله لفه كده بحيث ان هو يدوب في الميه، وحط طبعا كلوريكس الوان عشان طبعا هدوم ابني وكده مقولكوش مسح بيها الارض اساسا. ف بديها لفه كده وبعدين بنفضل انزل بقى بالهدوم حاجه حاجه. طبعا ده بقى بعد فتره، قلت بقى ايه يعني تقريبا قضيت فيها يمكن ساعتين ولا حاجه. رجعت بقى قلت لما ابدا في اروق الاوض بقى ايه قبل ما ادخل المطبخ، لان طبعا انا بدخل المطبخ بنسى نفسي هنا جوه، يعني بطلع من مطبخ المغرب. كان بقالي كذا يوم بره البيت، فطبعا انا كنت ماسحه البيت قبلها، بس بيبقى فيه زي الترابه الناعمه قوي دي بتبقى على الاسطح اللي بيبقى ملمسها ناعم، فقلت لما اروق. طبعا انا وانا رايحه فرايسكور بقى لماما اخدت معايا السجاده زي ما انا قلت لكم، شفته من يومها انا ما كنتش خدتها، وكان بعد التصوير يمكن قلتها لكم في الفيديو اللي بعدها، ان انا بعد ما خلصت تصوير اتدلق عليها صينية عليها 4 كوبايات شاي على السجادة. والله العظيم أنا مودية السجادة وأنا بقول استحالة إنها هتنضف، وطبعا لو ما كانتش نضف أكيد ما كنتش هطلع فيديو زي ده. بس عايزة أقول لكم إن أنا اتصدمت بجد من النتيجة. تسلم إيدك بجد، تسلم إيديكو. مغسلة محترمة وصحابها ناس محترمين جداً، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بجد انا كنت فاقده الامل، بالنسبه كمان ان السجاده دي غاليه ولونها فاتح، فانا قلت استحاله تنضف. انتوا عارفين طبعا بقع الحبر وبقعه الشاي اللي تفضل على السجاده اكتر من اسبوع، يعني استحاله كانت تنضف. انا هوريها لكم دلوقتي، وكمان هديكم جوله جوه المكان ازاي المراحل اللي اتغسلت بيها السجاد. وعايزه اقول لكل اللي معايا او في محافظه دمياط بشكل عام كلهم ان كمان في عرض حلو جدا، اي حد هيروح لهم انه تابعي ومشترك عندي في القناه هيتعمل له خصم خاص. تمام، روح بس انت بالموبايل وخدي معاكي السجاد اللي انت عايز تغسليه، او الحفه الفايبر او البطين، يعني ايا يكن اللي انت هتغسليه، بس وريه الموبايل ان انت مشتركه معايا في القناه وهو يعمل لك خصم اكيد. صدقيني النتيجه هتبهرك جدا. طبعا الناس اللي اتعاملوا عليه قبل معاه قبل كده يقدروا ينزلوا في الكومنتات تحت ويقولوا شهادة حق. نرجع بقى كده للفيديو بتاعنا. طبعا كل الكلام ده هيبقى توضيح في اخر الفيديو. انا قلت بقى ايه اروق بقى التسريحه بتاعتي والحاجات اللي عليها كده، طبعا مش هتاخد وقت خالص. بعدها خلصت على طول دخلت اوضه برضو البنات، قلت بمروق السراير وكده. طبعا انا مش هجيب لكم الحاجات لان شفتوها قبل كده، هي الفيديو يعتبر مقدمة عشان ندي كل ذي حق حقه، اللي هو موضوع السجادة. صراحة أنا مبسوطة جدا إن هي رجعت نظيفة، كنت زعلانة قوي إن هي لو باظت بصراحة، لأن هي غالية وفي نفس الوقت أنا ما بحبش يعني الحاجات تبوظ، ما بحبش كده خالص. طبعا هنكنس برضو بالمكنسة وكده. أوضة الأطفال دي على فكرة كمان شهر كده ولا حاجة، يعني على شهر 3 كده، وانا ايه بطلع الهدوم الصيفي هبدا ان انا الفها تاني، عشان ما اكذبش عليكم انا ساعات بتعب جدا وانا بفرش ملايات السرير، بتلاقيني قاعده نط زي القرد كده من السرير ده للسرير ده بصراحه بهبط. فقلت لهم لا انا هرجع كل حاجه مكانها، همسك بقى المكنسه كده اشفط اي حاجه كده على في الاوض وفي الصاله. تعالوا بقى اوريكم، دي السجاده جت لي
عايزه اقول لكم ان في خدمه توصيل، انت مش هتتعبي في حاجه، انت هتبعت لهم هياخدوا منك الحاجه وهيرجعوها لك تاني زي الفل. اللفه طبعا لفه محكمه. عايزه اقول لكم ان انا قبل كده اتعاملت مع مغاسل، يعني مغسلات للسجاد وكده، وجات لي السجاده بفتحها لقيت ريحتها مكمكمه. السجاده دي انا بفتحها ريحتها كده متعطره متشمسه، ريحه نظافه بجد. تسلموا والله العظيم، انا مبسوطه جدا. شايفين النظافة؟ على فكرة هي يمكن الكاميرا مبينة انها غامقة، لكن هي مش غامقة خالص، هي اللون الكريمي الفاتح اللي هو الاوف وايت، تمام؟ هي من درجات الاوف وايت، واللي في النص بقى الرسمة اللي في النص دي اللي هي يعتبر البيجي الفاتح قوي. بتهيالي النوع ده كان يعني كتير من البيوت عنده السجادة دي. هقرب لكم طبعا دلوقتي الكاميرا وتشوفوا النظافة والجمال. بجد تسلموا تسلموا تسلموا. انا طبعا ما فرشتهاش في نفس اليوم، انا هسيبها لما اجي امسح ان شاء الله، هخلي جوزي يفرشها لانها تقيله جدا مش هقدر افرشها لوحدي. مش عايزه اطول عليكم الكلام، هقول لكم تاني طبعا، هسيبكم مع الباشمهندس هيشرح لكم طريقه غسيل السجاده بالمراحل بتاعتها وتعقيمها. روحوا له بس واثبتوا ان انتوا تبع القناه وهو يعمل لكم خصم خاص، تمام؟ مش هطول عليكم بقى الفيديو، هسيبكم مع الباشمهندس محمد بيشرح لكم طريقة غسيل السجاد. أول مرحلة من مراحل الغسيل هي نقع السجاد، وبتنقع في مواد معينة احنا بنحطها في الصندوق ده، وبعدين نحط السجاد وبنسيبه ساعة، وبعد كده هنشوف المراحل اللي بعد كده للتوالي. ما انتوا شايفين كده، دي الغسالة الكبيرة بتاعت السجاد قبل ما نبدأ تشغيل اي حاجة، وده الجزء الخلفي بتاع الغسالة بتاعت السجاد، الجزء الخلفي زي ما انتم شايفين كده، تمام. بعد كده مرحلة الغسيل، وقبل الغسيل بنحدد البرنامج بتاع كل سجادة ليها، كل سجادة ليها برنامج معين زي ما انتم شايفين كده. يعني انا لو اخترت اي حاجة، كل سجادة ليها نوع معين وليها مقاسات معينة وليها برنامج معين زي ما انتم شايفين البرامج اللي موجودة دي دلوقتي، تمام. وبعد ما بنظبط البرنامج ده بنعمل تشغيل، وبعد كده برضو هنوريكم المرحلة اللي بعد كده عاملة ازاي. طبعا شغل السجاد اللي احنا بنستخدمه ده، انا هوريكم مكوناته، في 12 مكون او اكتر. يعني شغل السجاد اللي احنا بنستخدمه ده بتعمل لنا مفروض في 12 مكون. دي مرحلة التشطيف وتنظيف الوبر زي ما انتم شايفين، شايفين مستوى النظافة في مرحلة التشطيف عامل ازاي، شايفين الفرش بتاعت التشطيف، تمام، عامل ازاي، زي ما انت شايف كده هي بتنفض بالشكل اللي احنا شايفينه لحد ما تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ودي صورة السجادة بعد ما نزلت من على المكنة بتبقى بالشكل ده. هنبدأ ندخلها المجفف عشان نجفف. ده التحكم بتاع المجفف، هنشغل زي ما انتوا شايفينها طالعة من المجفف عاملة ازاي، مستوى النظافة عاملة ازاي، لا وكمان ناشفة. يعني لو انا حطيت عليها منديل الكلينكس زي ما انتوا شايفين المنديل عامل ازاي، ولا كأن أي حاجة، مش جايبة أي حاجة، ناشفة خالص، تمام. هي دوب تتهوى بس، تمام، تتعرض للهواء والشمس، تمام. وهنقول لكم المرحلة اللي بعد كده هتبقى عاملة ازاي.
ما انتم شايفين عامله ازاي السجاده، تمام. وهنوريها لكم برده، تمام، بعد التكيس. هي كده الشطب، بعد ما بتشطب السجاده بتبقى بالشكل ده، بتتكيس بالشكل ده، وبتاخد الكود بتاعنا والعلامه بتاعتنا ورقمها علشان كل سجاده تروح لصاحبها ان شاء الله.